من جيتك خاله؟ من المخيم الخازن. من المخيم؟ نعم. سمحوا لكم بالدخول على الموصل؟ والله أول مرة أروح بعرف. يعني سمحوا لكم بالدخول، ماكو حجر مو؟ إن شاء الله. وين رايحين هسه؟ هذا مو بدنا بيومس وقت. ترجع للمخيم؟ نعم. ايش قد عدد العوائل اللي ترجع من المخيمات؟ اليوم هواية والله، ما أدري. جاي من أربيل. بالات ملابس. خلونا نوصل؟ نعم عيني خلونا ماكو شيء عندنا. كم نفر تحمل أنت؟ أنا ما أحمل نفرات وياي أبد نهائياً، أبد ما آخذ نفرات أبد نهائياً وياي. إذا حملت واحد معك يسمحوا لك بالدخول ولا ما يسمحوا لك؟ لا طبعاً ما يسمحوا لي بالدخول. شلون تعمل فوتوغرافية معك؟ كلش زينة. من أربية. فوتوك؟ نعم. شلون فوتوك؟ عادي ما قالوا شيء. ما قالوا. شلون تعمل فوتوغرافية معكم هنا؟ والله ما شاء الله كلش زين. طالبوني بشيء؟ لا الحمد لله. شو ما يسمحوا طيب. يا اي سيطرة؟ ايه شهيد محور مرخازن محور نعم شهيد سفهان؟ نعم شهيد سفهان والله ما شاء الله عالطوا كل زينين زين الفحوصات الوقائية موجودة ايه نعم نعم اي ما كم مرة يفحصوا نعم من القوير يعني عبرت السيطرة المحور. ان شاء الله عبرنا الحمد لله شهيد السيطرة والله ماكوش ان شاء الله الوضع جيد جدا الحمد لله نشكرهم وحيال ممنونين من عندهم سمحلكم بالدخول اليوم يعني ايه الحمد لله لا الوضع ان شاء الله الى الاحسن ان شاء الله لا 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 ماكو حاجه ان شاء الله وضع زين زين ان شاء الله لان ماكو اصابات ما شفنا اصابات الحمد لله الفحص ماله بشلون كان جيده جدا نشكر القوات الامنيه ونشكر الجيش الابيض على هذا التعاون حيال مشكورين من عندهم والله رساله اوجهها انه بس تسهيل مهمه السيطرات لانه الناس راح يصير ازدحام ايام العيد المبارك والظروف ضغوط كلش صارت والناس تعبت خلال فترة الحجر وهاي منع التجوال فيريد يصير تعاون مشترك نحن الآن في سيطرة الخازر وهذا هو اليوم الأول لدخول العوائل إلى مدينة الموصل بناء على مقررات خلية الأزمة في المحافظة وهذا اليوم نحن نلاقي صعوبات كبيرة جدا بعملية إجراء الفحص لهؤلاء المواطنين لأن الزخم كبير وتصادف هذا اليوم بدخول أيضا أعداد كبيرة من النازحين كنا نتمنى أن يتم تبليغ دائرة الصحة 2 ولكي تتهيأ الدائرة لاستقبال مثل هكذا عدد هناك أعداد كبيرة من النازحين أيضا صعوبات كثيرة تواجه منتسبي دائرة الصحة في لإجراء الفحوصات الطبية ونتمنى وندعو أخواننا المواطنين إلى مساعدة دائرة الصحة 2 ومنتسبيها لإجراء عملية الفحص نحن نخشى على هذه المحافظة لذلك نهيب بالأخوة المواطنين التعاون الكامل مع منتسبي الدائرة والصبر قليلا هذا أول يوم إن شاء الله في الأسابيع الأخرى القادمة سنتغلب على هذه الصعوبات بعون الله تعالى مرة أخرى نتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ المحافظة وأهلها من كل شر كما أقدم شكري وتقديري إلى الكوادرنا الطبية البطلة المجاهدة التي كما تشاهدون هم من الصباح الباكر وهم يقومون بإجراء الفحوصات لهذا العدد الكبير جدا من المنتسبين هناك ازدحام كثير في هذه السيطرات وهناك جهد مبذول ورائع من قبل قواتنا الأمنية وهناك مضايقات أيضا تتعرض لها منتسبينا وكذلك قواتنا الأمنية من قبل المواطنين نتمنى من الأخوة المواطنين التعاون الكامل مع القوات الأمنية ومع منتسبي دائرة الصحة 2 جميع الإجراءات التي نقوم بها هي لصالح هذه أهالي المحافظة وكل عملنا لكي تبقى محافظتنا نظيفة بعون الله تعالى ونقول لأهلنا في الموصل هذه الإجراءات هي لصالحكم الخطر لا زال باقي نتمنى من الأخوة والأهالي في محافظة نينوى لزوم البقاء في البيت وعدم اللجوء والذهاب إلى المناطق المزدحمة والابتعاد عنها خشية من التفشي وانتقال هذا الوباء بين المواطنين